اكو يقدر واحد يحكي مع واحد؟ والقضاء كنا نروح نهدده. اذا القضاء كان يتهدد. نعم انا اقول لك كان يتهدد. أنا خضع للتهديد. ها؟ خضع للتهديد. اقول اليوم ابن امه ما يخضع للتهديد. هو اللي دا يستر على الجريمة وأنا دا أحكيها طق طق. هذا القضاء هو اللي دا يستر على الجريمة وأدعو الفايق زيدان الأستاذ فايق زيدان خلي بس مجرد يقرأ الأوراق التحقيقية مو مجرد يوقعون على ضابير مال إعدام.